بدات تراجع يعترض انه كان في انزيم موجود بلوس دي طبيعي قبل الغالي من الارض صعلي دكتور كده خلصنا اول ثلاثة اللي هم التمشر هذا بس والبي اتش والسرفس كونسنتريشن نقطة على كونسنتريشن اوف انزايم كونسنتريشن اوف انزايم واعمل الكيرف التاريخي على الواي اكسس احط ايه بي اي وعلى الاكس اكسس المره دي احط الانزايم كونسنتريشن ركز معايا بيحصل ايه قال لك والله بلاحظ خلاص بقى كل ما زود في انزايم كونسنتريشن تزيد فيلوسيتي ازود يزيد ازود يزيد لغايه سيرتن بوينت وهي الفي ماكس مهما ازود مش هيزيد يعني الكيرف شكله هنا هايبربول هنرجع تاني لرحله ريبار اللي نفسكم تطلعوها وشكلكم مش طالعينها الاسره المره دي كانت واقعيه قوي قال يا عم دريم بارك ايه وبتاع ايه النهارده بقى بتحب المذاكره وقاعدين يذاكروا لا يروحوا دريم بارك ولا حاجه ده اقصى حاجه في الكليه كلها هيجي 50 طالب لو جه 50 طالب زي الفل فاتفقوا على كام اتوبيس؟ اتوبيس واحد بس ايه فجأة يا جماعه الطلبه حبت الرحلات وسابت الكورسات وعايزين يروحوا دريم بارك يوم الرحله لقوا 200 طالب موجودين يا نهار اسود بسرعه هاتوا اتوبيسات بسرعه طبعا في ظل وجود اتوبيس واحد هيركب 50 طالب بس يروحوا رحله طب لو صرفوا في اتوبيس كمان 200 طالب يروحوا رحله ويزيد عدد الطلبه اللي ممكن يروحوا اتوبيس ثالث 150 طالب يروحوا رحله جابوا اربع اتوبيسات ال 200 يروحوا الرحله طب لو جابوا خمس اتوبيسات هل هيزيد الطلبه اللي تروح رحله؟ هم 200 كم سته؟ هم 200 ليه؟ ما لما زودوا التوبيسات عدد الطلبة اللي تروح رحلة مش هيزيد عشان الطلبة خلصت خلاص وهم ال 200 خلصوا واجيب طلبة منين؟ قال لك نفس الكلام وركز معايا على البورد بزود انزايم يزيد الفيلوستي ازود انزايم يزيد الفيلوستي لغاية سيرتن بوينت مهما ازود في انزيم مش هتزيد الفيلوستي ليه؟ عشان السبستريت كونسيوم السبستريت خلصت فلو زودت انزيم تشتغل على ايه؟ مال سبستريت خلاص كونسيوم. يعني العلاقه ما بين الانزيم كونسنتريشن والفيلوستي اوف ريكشن علاقه دايركت بروبورشنال ولا انفرس بروبورشنال؟ دايركت بروبورشنال لغايه الفي اكس. اوكي بعد الانزيم كونسنتريشن هتكلم على كونسنتريشن اوف برود. كونسنتريشن اوف ايه؟ اوف برود. قال لك عندي سبستريت اهي. بإنزيم معين يديني برود طبعا انتوا عارفين ان ايمان شاطره جدا جدا في المطبخ بسم الله ما شاء الله عليها يعني تطبخ كويس قوي فجه باباها من شغل قال لها يا ايمان خدي الخمسه كيلو بطاطس دول اطبخيهم كلهم ده اخواتك النهارده هيجوا تعبانين كلهم راحت زي الشاطره دخلت المطبخ وطبخ بالخمسه كيلو بطاطس جه اخواتها بالهنا والشفا نزلوا ال 5 كيلو بسم الله ما شاء الله يعني محدش يحسد محدش يقول مش ايمان مضطره ثاني يوم تعمل اكل جديد اكيد هيعمل له ايه؟ طب لو ال 5 كيلو اتبقى منهم شويه كتير مش يقعدوا في التلاته ثاني يوم ثاني يوم هيجي ياكلهم وهكذا غرض الرياكشن هو تصنيع برودكت غرض الرياكشن هو تصنيع برودكت لو البرودكت دي حصل لها ووش اوت خلصت الرياكشن هيحصل له ايه؟ اكتيفيشن عشان اعمل برودكت جديد لكن لو البرودكت حصل لها اكيوميليشن ما خلصتش الفيلوستي حصل لها ايه؟ يعني العلاقه ما بين الكونسنتريشن اوف برودكت والفيلوستي اوف رياكشن علاقه ايه؟ انفيرس بروبورشن كلما زادت البرودكت يحصل انهيبيشن للفيلوستي اوف ريكشن والعكس صحيح لو حبيت يا ميرنا ارسم الكلام ده في كيرف مش عندك بس نشغل دماغنا شويه كالمعتاد
الفي اي على الواي اكسس والكونسنتريشن اوف برودكت على الاكس اكسس. قال لك عند برودكت زيرو، عند برودكت زيرو بوصل للماكسيمال فيلوسيتي، وكل ما زود في برودكت تقل الفيلوسيتي لغايه نقطه معينه عندي فيها برودكت كتير قوي توقف الفيلوسيتي. شفتوا الشكل يا جماعه؟ ده الشكل بتاع الكونسنتريشن برودكت مع الفيلوسيتي اوف ريكشن، الاثنين مع بعض انفرسلي بروبورشنال. اي حاجه انفرسلي بروبورشنال كده. طب يا دكتور مش نقطه اللي هي مفيش برودكت دي مش موجوده لان معظم لا قبل ما يبدا رياكشن، ايه المشكله؟ هو الرياكشن ده مستمر 24 ساعه، في رياكشن هيبدا دلوقتي حالا. فعندي سابس ما عنديش برودكت. لو جبت سابس هتلاقي انزيم دلوقتي حالا في كيس زيرو، هل كان في رياكشن؟ انت بدات الرياكشن بضغط الانزيم. ده اسمه كونسنتريشن اوف برودكت. ندخل بقى اخر كونسنتريشن اسمها كونسنتريشن اوف كوفاكت. كونسنتريشن اوف ايه؟ اوف كوفاكت. اخرنا التايم ان شاء الله. كونسنتريشن اوف كوفاكت الكيرف كان معتاد في اي على الواي اكسس، كونسنتريشن اوف كوفاكتور على الاكس اكسس. بزود كوفاكتور يزيد الرياكشن، ازود يزيد ازود يزيد لغايه سيرتن بوينت، مهما ازود مش هيزيد. ليه؟ الانزيم كله عليه كوفاكتور. خلي بالك انا كنت بزود كوفاكتور، كان عندي انزيمات مش شابك فيها كوفاكتور، فازود كوفاكتور، الكوفاكتور يشبك في انزيم مش شغاله ويزود الريكشن، يشبك في انزيم مش شغاله ويزود الريكشن لغايه نقطه معينه كل انزيماتي عليها كوفاكتور، وبالتالي مهما زودت كوفاكتور مش هزيد الريكشن. يبقى الليميتنج بوينت هنا ايه؟ انزيم كونسنتريشن. يبقى اللي عمل لي ليميتنج هنا انزيم كونسنتريشن. الانزيمات كلها شابكه في الكوفاكتور بتاعها. والكيرف شكله ايه؟ هايبر بولر. خلي بالك الكونسنتريشن اوف سابس والكونسنتريشن اوف انزيم والكونسنتريشن اوف كوفاكتور كلهم الكيرف بتاعهم هايبر بولر. اوكي؟ اخر حاجه هقولها النهارده التايم من غير ما تبص للورق. تعتقدوا ان بمرور الوقت الفيلوسيتي اوف ريشن تزيد ولا تقل؟ تقل بروفايل. ليه؟ لان بمرور الوقت السبستنس يحصل لها ايه؟ تقل والبرودكت يزيد، والانزيم ده مش لحم ودم يعني بروتين، هيحصل له ديناتريشن. يبقى مع التايم السبستنس تقل والبرودكت تزيد والانزيم يحصل له ديناتريشن وتقل الفيلوسيتي. وعشان كده لما بقيت الفيلوسيتي بقى امتى؟ مش همشيه ولازم تقولوها. من اول الرياكشن واسميها ايه؟ انيشال فيلوسيتي. خلي بالك في يعني المره الجايه اللي هي بكره هيبقى في هيم، انا هخلص ان شاء الله شابتر الاكسبرمنتس وابدا هيم. ومن المعتقد يعني المتوقع الناس كتير تقدر هيم شويه، الناس كانت حاضره ممكن تقدر شويه. ومحاضرات الريبيت بتبقى في قاعه صغيره شويه. عشان كده زودت مره ريبيت للحاجات اللي بعدها. يعني الحاجات اللي بتتعاد الاثنين الساعة 10:30 ده معاد، والإعادة الاثنين الساعة 1. يبقى 10:30 الريبيت بتاعها الاثنين الساعة 1، وكمان الريبيت الثلاث 1:30. كل دول ريبيت. الحصة دي عشان بس ممكن ناس تحضر كتير والقاعة صغيرة شوية، عشان بس ما بقاش زحمة عليكم يا جماعة. وكمان الناس اللي عندها كل جاي 10:30 ده بقى عندي الساعة 1. المرة الجاية هكمل الأسفل والريزم والريكتن وبريزنتيشن كتير وأكتر جيم. هبدا جيم كمان. جود لك يا جماعة. هكمل التايم الساعة 4:05 دلوقتي. كلنا في